مولاتها مسكينه وشو راه شوفي دايره ولا حوايجها راه نفست عليها ديك المره شوف باقي خارج من الماء دابا صافي هز هز ياخي وخرج زيد خرج خرج وين ما لا بغيتي تشوف خويا 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 قولي الباب انت عراك بغيتي لي ندير لك تعلى حقني ندير لك تعلى بعدا راه مسكين يدخل ليا في الصور مولاي هاد البلاصة المفروض أنها خاصة تستافد من المشروع الملكي اللي هو المشروع الملكي اللي فيه إعادة هيكلة الهراويين ولا ترحيل الساكنة اللي خاصة تكون الساكنة اللي معرضة بحال هاد الفيضانات ومعرضة بحال هادشي خاصة تتحول من هاد المنطقة. دابا هذا أنا هذا وكمات 25 مرة كنوكي حظه كمات 25 مرة يعني عدد من السنين وحنا كنوقعوها. جا المجلس الاول بالمشروع ديالو بكل شيء ما دار معنا حتى شي حاله. المجلس الاول ساله. جا المجلس الثاني حنا كنعانيو معاه دابا حاليا كنعانيو لا من طرقات لا مدارس لا مستشفيات لا ما لا ملاعب ديال القرب لا لا دور شباب لا حتى شي حاجه. كنعانيو المعاناة الكاملة. هاد المنطقة مهمشة كليا وخصوصا دابا في الشتاء كنتكرفسوا وفي الصيف كنتكرفسوا وفي كل شي الفصول كنتكرفسوا. اي فصل جا راه عندو المعاناة ديالو خصوصا بالنسبة لهاد المنطقة هادي. الا جا الخريف كتجي هنا كتلقى الميكا طالعة ب 25 متر فوق راسك. الا جا الشتاء كيغرق كما شفتي انت دابا. الا جا الصيف بنادم كيخرج على برا. انت دابا جيتي ما لقيتيش الضوء الاناره ابسط الاشياء ما عندناش الاناره العموميه. هاد المجالس ما فهمناش واش الغرض منهم هو التهجير القصري واش الغرض منها هو اهمال هاد الساكنه اللي هي كتقدر بواحد العدد من الالاف اللي فيها عرام ديال الشباب هنا اللي كاين اللي مسكين كيعاني المعاناه الشديده من كل شيء النواحي لا من هنا انعدام الامن انعدام المشاريع اللي المشروع الملكي اللي هو فيه 25 مليار الان باقا ما تفعلت فيه حتى شي حاجه الان لا من طرق لا من مدارس لا هذه اعاده الهيكله المنطقه والو مش حتى شي حاجه. وداك الشيء اللي كاين هو اننا حنا كنغرق كل سنه كنغرقوا وكل سنه كنعانيوا وكل سنه كناكلوا العصا اللي كناكلوها ديما. وملي كتجي الانتخابات كنكون مجبرين باش نصوتوا ياك حنا مجبرين باش نصوتوا. هذا الاجبار ما عرفناش كي غادي نديروا ليه. حنا مقتنعين بانهم ينفذوا لنا غير المشروع الملكي ولا يرحلونا من هذه المنطقه. ما عندناش شي مشكل. المشكل ديالنا حنا هو اننا في الصيف كنتحرقوا وفي الشتاء كنغرقوا. هذا هو اللي كاين. والناس راه كلها هنا كتعاني. الا بديتي من الراس ديال الزنقه ومشيتي للراس ديال الزنقه الاخرى غادي تلقى كلشي كيعاني نفس المعاناه. غدور الزنقه الاخرى غتلقاهم كيعانيو نفس المعاناه. هاد الدوار سميتو ولاد العربي واحد ومنطقه الهراويين
هذه كما قال عليها المجلس الاول، قال عليها انها نقطه سوداء او بؤره موبوءه. جا المجلس الثاني هملها بخطره، يعني هملوها. السلام عليكم. خونا احنا يا هاي بقى تشيت خوي طيبة. اجي خل الله يزيزي، اجي ادخل شوف شويات ادخل واحد السيد يمشي مزيان. اجي شوف بيت هنايا الله يرحم والديك، ما بقاتش حاجه اللي